جماعه في موضوع مهم جدا جدا عايز اكلمكم فيه. انا دلوقتي في الميكروباص وحاجه انا افتكرتها لازم نتكلم فيها. منتشر على السوشيال ميديا اليومين دول، اكيد انت عمرك تشوفوني بالمنظر ده وانا مش لابس نظاره، فاكيد حاجه تستدعي. يعني انا شفت اليومين اللي فاتوا دول كميه كلام كتير على تكمله كليه الطب بشري. طب بصوا، انا عندي فكره، اضغط لايك للفيديو ده كده ده واحد نازل عادي. بقول لكم اضغط لايك للفيديو ده ومنزل العربيه نتكلم مع بعض في الموضوع. لايك بسرعه. جماعه تمام، انا خلاص نزلت من العربيه. انا بس كنت حابب اقول حاجه، انا اكيد مش هطلع اتكلم بالمنظر ده، وطبعا كنا بنقول نتكلم في الاستوديو او مكان بنصور فيه، بس انا مش هطلع اتكلم في الموضوع ده بالمنظر ده غير لما يكون اكيد حاجه تستاهل. اول موضوع في حاجه، فمعلش بقى اعذروني على اللخبطه دي كلها. ناس كتير بعت لي مسجات على الانستجرام والفيسبوك وكومنتات على اليوتيوب بتقول ان احنا متاح لينا نكمل طب بشري بعد تمريض وعلاج طبيعي واسنان وصيدله وكل الكليات الطبيه. بيقولوا ان في قرار نازل ويا ريت يا زاد تتكلم عنه. فانا تمام. بتاع صيدله دخل يقول لي انا ممكن اكمل طب بشري، بتاع اسنان، بتاع علاج طبيعي، كل الناس داخله تقول كده. بس انا عايز اقول حاجه، طبعا هو حقك انك تعوز تكمل كليه الطب البشري، حاجه كويسه وكل حاجه، بس القرار اللي موجود ده كان خاص بكليه صيدله، مش بعلاج ولا باسنان ولا بتمريض ولا بكل الكليات الطبيه. لان القرار كان نازل كده، او اللي الناس المفروض بتقول ان هو صح مكتوب فيه، بيقولوا ان انت طالما في كليه طبيه مثلا بتدرس فيسيولوجي وده قريب جدا من كليه الطب او الفيسيولوجي بتاع الطب، يبقى انت تدخل. لو انا مثلا بتاع اسنان تدخل تكمل بيه بشري عادي، لو الماده العلميه موجوده او المشتركه في الطب البشري تبقى تدخل. الكلام ده انا عايز اقول لك ان هو ملوش اي اساس من الصح. فانا بقول لكم ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصح. لو انتوا حابين تعرفوا اذا كان الموضوع ده صح ولا مش صح، تبقى تشوفوا من جهه موثوقه، مش مجرد بص على الفيسبوك كده وخلاص. البيج بتاعت الوزاره، حد مسؤول كبير هو اللي يقول، لكن مش اي كلام، دي اشاعه. الكلام ده ملوش اي اساس من الصح. الكلام ده لو صح انا هطلع واقول ونعمل فيديو نصور ونتكلم. بس انا اتكلمت علشان ناس كتير كانت مفكره ان الكلام ده مظبوط، بس للاسف الكلام ده مش صح خالص. لا علوم ولا تمريض ولا بش ولا اسنان ولا الحاجات دي كلها ليها حاجه تكمل طب بشري. يعني حتى كمان القرار بتاع صيدله انا بصراحه مش متاكد قوي اذا كان صيدله متاح معاها ولا لا، بس اتاكد واعرفكم. بس اللي اعرفه ان الموضوع بشكل عام ان كل الكليات الطبيه دول للاسف مش ليهم الحق خالص ان حد يكمل طب بشري. ودي الحاجه اللي كنت حابب اعرفها لكل الناس اللي بتسال بتبعت لي على طول، ما حدش ليه حق خالص ان هو يبعت او يعمل او يكمل طب بشري بعد الحاجات الطبيه. فبس يعني الفيديو كده كان على السريع وملخبط شويه. بس الفيديو النهارده خلص، بس ما تنسوش بقى لايك الفيديو ده واشتراك في القناه وكل حاجه حلوه. ولو في اي مشكله او اي حاجه انا نفسي هطلع اتكلم عنها واعرفها لكم، فاكتبوا لي في الكومنتات الفيديو اللي انتم حابين نتكلم عنه الفتره اللي جايه. شوفوا انتم عايزين نتكلم عن ايه الفتره اللي جايه، او فكره فيديوهات حابيني اصورها. وما تنسوش طبعا اهم حاجه فولو على الانستجرام عشان بجاوب على كل الاسئله اللي بتجيلي. محدش ينسى يا جماعه، باكد تاني، فولو على الانستجرام هيظهر لكم هيكون موجود هنا كده، فولو على الانستجرام. بس فيديو النهارده خلص، ومعلش على اللخبطه بتاعت الفيديو النهارده، بس حاجه كنت لازم اوضحها، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. بس على خير ان شاء الله.